هل تعتقد أن يكون هناك تحالف سني كردي في مواجهة التحالف الشيعي في الانتخابات؟ والله يا سيد الفاضل، السياسيون في العراق لا يهمهم الشعب العراقي. السياسيون في العراق يتحالفون مع الشيطان من أجل الاستحواذ على الكراسي والمناصب. فلا تقل لي مكون سني ولا تقل لي مكون شيعي، أقول لك كل من لم يفعل شيء لصالح الشعب العراقي منذ احتلال عام 2003 ولحد الآن لا نرجو منه خيرا ولا نتوقع أصلا حتى حصول الانتخابات في العراق.